أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. أحب أن أعرفكم بنفسي أولا، فاسمي عماد العبدي وأنا سعودي الجنسية، واحد من ضمن آلاف السعوديين المسيحيين، حيث قبلت المسيح سنة 2000 وتعمدت في الخليج العربي سنة 2002 واعتقلت وسجنت بسبب إيماني سنة 2004. كما سيكون لي فيلم وثائقي أحكي فيه عن قصة إيماني ورحلتي مع المسيح. والآن أقدم لكم فقرة هي وجه الحياة ضمن المجلة السعودية. أحبتي، إن للباطل أوجه وللحقيقة وجه واحد، وإن للباطل طرق عدة وللحق طريق واحد، فانظر أيهما تريد أن تسلك وإلى أين تريد أن تصل وما هي وجهتك. كما أن معرفة الحق أمانة، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وللناس علينا قول الحق لا التلاعب فيه. وأن الحرب بين الحق والباطل ما زالت مشتعلة، لكل واحد منهم جيوشه وأنصاره، فانظر أي الفريقين تريد. أما أنا فاخترت أن أقف مع الحق وأسانده، لا لنصرته فقط، بل أن يصل الحق لمن حرموا منه. كما أقول وأعترف بما رأيت وسمعت وفهمت بكل صدق وشفافية، فلن أسكت عن حق عشته ولا عن باطل عرفته. ومن هنا قبلت أن أشترك في هذا البرنامج بفقرة أتحدث فيها عن حقيقة الإيمان المسيحي كما يعيشه أهله بكل صدق وأمانة، كما سنتعرف على تعاليم ووصايا وشخص السيد المسيح الخالدة. فأنا على يقين بأن لكل سعودي وسعودية الحق في التعرف على شخص الرب يسوع المسيح، فيكون لهم القرار في أن يقبلوه أو يرفضوه، كما وسيكون لنا وقفات حقوقية نتعرف فيها على حقوقنا كسعوديين، ما لنا وما علينا. ولقد حذرت من الظهور إعلاميا حفاظا على حياتي، لكن أحبتي، أن أموت شهيدا في طريق الحق أحب إلي من الموت طريح الفراش، فالتاريخ لا يخلد الجبناء. كما أود أن أشكر قناة الحياة التي أعطت لي هذه الفرصة للقاء بكم، لأنني أشعر أن رؤية القناة في نشر الخبر السار عن المسيح والفداء يتوافق مع رؤيتي بأن أوصل رسالتي إليكم عن حرية العقيدة والإيمان. إن الهدف أحبتي من هذه الفقرة ليس عداوة أحد ولا الهجوم على أي كان، ولكني أملك لكم خبرا سارا مفرحا وأريد أن أشارككم فيه، فلا ينبغي أن أعرفه وأمسكه عن أحبتي. فسيكون هناك حلقات أوضح فيها بعض المفاهيم الخاطئة عن المسيحية، كما سأحاول أن أشرح بعض المعتقدات التي لا يعرفها العامة عنها، وكذلك سنتكلم عن شخصية المسيح وتلاميذه والعبادات المسيحية، وما الحكمة منها وكيف تكون وما يميزها. كما أود أن أوضح شيئا مهما، هو بخلاف ما يشاع عن المسيحية بأنها تحارب باقي الأديان، فهذا كلام غير صحيح أبدا. فالمسيحية دين المحبة والسلام، وليست بالشعارات فقط، ولكن اقرأوا الإنجيل لتتأكدوا. وفي السياسة سنتكلم عن وضع الدولة المزري في حقوق الإنسان والحريات، فقد أرهق مجتمعنا وزادت أوجاعنا وتفرقنا ونحن أبناء وطن واحد، لم تعد لنا أرض تجمعنا ولا سماء تضمنا، وكل هذا يا إخوتي بفعل فاعل. رجائي منكم أن تفهموني قبل أن تكرهوني، وتسمعوا مني كلامي، ولكم أن تقبلوه، ولكم أيضا أن ترفضوه. لقد كره الناس الدين لما رأوا منه من ظلم
ودمارا، بل وكاره الله ظنا أنه هو من آمر بذلك. ولكن يا إخوتي، ليس الله كما تظنون أو يظنون، وليس الدين كما يعتقدون أو تعتقدون. لقد سلمنا أنفسنا وعقولنا لرجال الدين ثقة واحتراما، ولكنهم خدعونا وظلمونا وجعلونا أعداء لبعضنا. إن الدين يسر وإن الله محبة، محبة بغير حدود. معادل الله، معادل الله ذاك الإله البعيد عنا جدا في سابع سماوات، بل لعله أقرب لنا مما نتوقع أو نعتقد. يا إخوتي، إن لنا حقوق قد سلبت، وخيرات قد نهبت، وصوت قد خنق، وتخلف وتخلف عن العالم بفعل فاعل. لقد وقعنا في أسر رجال الدولة والدين، هذا يبيعنا لذاك، والشعب ضاق به ذرعا. ففي بلد يعد هو الأغنى من بين دول العالم، ما زال شبح الفقر فيه يهاجم أهله وبكل شراسة، وما زالت أرواح بناتنا تزهق في طرق وعرة بحثا عن لقمة العيش، وما زالت البطالة أكثر الموجودين عملا وحرفة، ناهيك عن الفساد وعدم الشفافية والواسطات. الصحة في العناية المركزة، والتعليم راسب، والتخطيط فاشل، والتجارة شطارة، والداخلية تخصص فقراء ومساكين، وأبار البترول ومناجمها فتصب في سوريا والعراق واليمن وبلاد العمام. أما الطاقة ففي المشاريب، والتعليم العالي واطي جدا، والاتصالات مقطوعة لعدم السداد، والإعلام مفضوح، والفساد مستور، والزراعة في بعثة للسودان. أما ميزان العدل فمسروق أيضا، والمالية في حاجة إلى مال، والبلديات على عينك يا تاجر، والباقي فحدث ولا حرج. ولله المجد الدائم. آمين.